انا بس عايز، لا انا في اتفضل. نوع فكره عندي عايز اوصلها لحضرتك. طب لما اتفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وحضرتك ممكن تعدل لي القصه دي، كان مريض وكان حد هيأم الصلاه، ابو بكر والقصه بتقول انه قال انه خليه فلان لان فلان اسيف كثير البكاء، ابو بكر ابو بكر. حتى في قياده او في امامه الصلاه الرسول اختار من رآه اصلح، صح، لان شروط الامامه ما كانت، يعني كان ابو بكر اسيف او كثير البكاء، فما بالك بشروط قياده امه؟ هل كانت تصلح جماعه الاخوان المسلمين للحكم في مصر؟ جماعة الإخوان المسلمين كانت تملك ثروة كبيرة جدا من الطاقات والإمكانات. تمام. كانت تملك ثروة كبيرة جدا من الطاقات والإمكانات، لكن طيب. حكم مصر لا يمكن أن يكون حكرا على جماعة أو على تيار أو على مؤسسة بعينها. مصر نجاحاتها الدائمة المستمرة في مكوناتها الكاملة. هذا يعني ما كنا كانت نقول. تصلح ولا لا؟ كانت تصلح، لكن لا تصلح وحدها، لا تصلح وحدها لقيت أم، لا تصلح، ولكن ذو القرنين النموذج اللي ذكر القرآن، لما ربنا ذكر إنه إيه، وذهب إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسد، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هيدوا له فلوس اعمل لهم سد. قال لهم لا، أنا مش عايز كده، أنا عايز أمة، مش عايزك انت تشيل الانبوبه على بتاع البوتاجاز وتطلعها له في الدور الخامس، وانت تجيب له الخبز، وانت تعمل له الطريق، وانت تعمل. ما قالوش لا، قال اتوني زبر الحديد، قال انفخوا حتى جعلناه، قال اتوني. هم اللي عملوا كل حاجه. استنهاض الامه وتشغيل الامه واستثمار طاقات الامه هو مفتاح النجاح الوحيد، لكنك تنوب عن الامه في انك انت تصلي لها وتعمل لها وتشيل لها وتغسل لها وتنظف، ده مش منهج الاسلام اصلا، وده مش منهج الحكم اصلا. ده ممكن ينفع في مجال دعوي، ممكن ينفع في حاره دعويه، ممكن في خدمات، لكن الحكم الرشيد في الاسلام ان تستنهض طاقات الامه لتقوم الامه بواجباتها، لكن ان تنوب انت عن الامه في امورها هذا لم ينجح ولن ينجح لا قديما ولا حديثا. وصلت الرساله كده؟ كانت تصلح برضه دكتور يمين جماعة الإخوان، كانت تصلح لو قامت بهذا، كانت تصلح لو قامت، ولكنها لم تقم. وإذا كانت فاتورة الحكم صعبة ودموية أحيانا، يعني فاتورة الحكم صعبة ودموية وبعد الثورة، صحيح معاك، صحيح معاك، وكانت في خلاف، ولذلك الحق ينتصر أو يتأخر النصر أحيانا، لأن الخير فيه بعض الشر أو الشر فيه بعض الخير. تاني ولا واضحة؟ مش واضحة. لأن الخير في بعض الشر، ما هو مش ليس كل الناس على قلب واحد، وليس كل الناس على نية واحدة. إذا كان ربنا قال للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من الآخرة، فالإخوان ما فيهمش حد يريد الدنيا؟ لا، فيهم اللي بيريد الدنيا، وفيهم اللي بيريد المنصب، وغيرهم وغيرهم، والثوار نفس الكلام، لم يكونوا على قلب رجل واحد، وبالتالي هذا الخير لم يكن خيرا عميما، ولكن كان خير مدسوس، خير في غبش، لم يكن خيرا خالصا. حتى الشر اللي موجود اللي كان في الجانب الثاني كان في بعض الخير، ولغايه النهارده بعض الناس بيظهروا بصوره رائعه جدا رغم كل التضحيات، وليسوا اسلاميين ولا غير ذلك، وبالتالي بنقول احيانا يتاخر النصر لان الشر فيه بعض الخير او لان الخير فيه بعض الشر. وأحيانا تأخر النصر لأن القلوب ليست على هدف واحد.